كلنا يكرر الحديث في صلاته وقيامه وسجوده ويبكي خلف الإمام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتتباكى الأعين لأن نريد أن يغفر الله لنا. لكن خلف الإمام من ظلم زوجته، من طلق زوجته وحرمها من حقها، خلف الإمام ألف لص، خلف الإمام من سرق الأموال، خلف الإمام من يكذب، خلف الإمام من بهت وظلم وقذف، خلف الإمام من سرق شريكه في التجارة، خلف الإمام من يغش في تجارته، خلف الإمام من نال من أعراض المسلمين والمسلمات، خلف الإمام من رجل شهد بالزور، خلف الإمام رجل ظلم أناس وبوقاحة: اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا. عن أي عفو تتكلمون؟ أخبروني عن أي عفو تتكلمون. الله يسقط حقه بينك وبين